مرحب بيك على شاشة الأهلي. Bueno, buenas tardes. Este es un gusto para mí estar hablando مساء en el الخير. canal de un club tan prestigioso como el Ahly إنه لا de شرف Egipto. إنه لا شرف لي أن نتكلم في قناة مصرية. وقبل أي حاجة أود أن أهني النادي الأهلي لتأهله للماتش للمباراة النهائية للمرة العاشرة، لو حصلوا أنه فاز بالبطولة إن شاء الله. طيب ابدا معاك في بالكلام على اللقاء المنتظر اللي هيجمع بين منتخب اوروجواي وباراجواي. ازاي بتشوف المباراه دي وايه فرص المنتخبين في المنافسه على لقب كوبا امريكا؟ Bueno, el partido va a ser muy muy parejo porque La idea de Uruguay y de الماتش هيكون ماتش متساوي في الحظوظ بين الاثنين، لأن باراغواي وأوروغواي الاثنين يعتبر مستواهم متساوي. سيجا سيجا بتعتقد إن النسخة الحالية من كوبا أمريكا نسخة مظلومة إعلاميا، وإيه تقييمك ليها من الناحية الفنية برضو؟ الماتش ده هيكون ماتش حاسم بين الاثنين، ان الاثنين مش عايزين يوصلوا ان هم يقابلوا البرازيل. اي حد فيهم هيخسر المباراه هيقابل البرازيل، ودوت مش عايزينه. اي من الفريقين عايز النتيجه دي. طيب بسالك على النسخه الحاليه من كوبا امريكان اللي بعتقد يمكن انها ظلمت اعلاميا، قد يكون ده بسبب فيروس كورونا، بسبب غياب الجماهير، او بسبب حتى اقامه بطوله اليورو في نفس التوقيت. هل بتتفق مع وجهة النظر دي، وبتشوف وازاي بتشوف البطولة من الناحية الفنية برضو؟ زي ما حضرتك قلت، وباء كورونا أثر بطريقة كبيرة على البطولة، فغاب عن البطولة المشاهدين. وبرازيل هو البلد المضيف، هو بلد فيه كرة قدم عظيمة، تفضل. يمكن على مدار تاريخ طويل كانت البطولة الحقيقة يمكن بتقدم كرة قوية، بنشوف فيها نجوم كبار. هل بتشوف انه النسخة الحالية هي امتداد للنسخ السابقه من كوبا امريكا، ولا في اشياء ممكن تكون اثرت عليها بالسلب؟ الوباء اللي اثر على البطوله وادى ان المدرجات تختفي فيها المشاهدين والمؤيدين لكل فريق. في ميسي عايز يكسب البطولة لأول مرة، أوروغواي برضو عايزة تكسب البطولة. هو أوروغواي هو أكتر فريق فاز بهذه البطولة 15 مرة، لكن بسبب الوباء كورونا مفيش مشجعين في المدرجات.